السلام عليكم ورحمة الله، 9:05 بتوقيت الخرطوم. أنا محمد السعودي، وهذه حلقة جديدة من مع الأحداث، نناقش من خلالها الملف السياسي الداخلي ومستقبل العملية السياسية، بالإضافة إلى قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. ونبدأ بكم سياسيا، إذ يبدو أن قطار الاتفاق الإطاري سيمضي في مشواره بعد أن اكتسب قوة دفع جديدة وإرادة سياسية إضافية مكنته تماما من الاستحواذ على المشهد السياسي، خصوصا بعد تحقيقه لثلاث ورش شملت قضايا تفكيك نظام 30 من يونيو وإجراء المراجعات اللازمة لاتفاقية سلام جوبا. ثم كانت الورشة التي اختتمت يوم أمس حول رسم خارطة طريق قضية شرق السودان. وبات كذلك من الواضح أن المجتمع الدولي مارس قدرا من الضغوط وتبنى الخيارات على الأطراف السودانية، وذلك عبر حراك دبلوماسي كثيف شهدته الخرطوم الأيام السابقة بواسطة عدد من المبعوثين الدوليين، والذين حرصوا على تحريك عجلة الاتفاق الإطاري باعتباره يشكل الخيار الأوحد المعني باستكمال مشروع التسوية السياسية في السودان. هذا وقد أبدت الحرية والتغيير المجلس المركزي اجتياحها لما تحقق لها حتى هذه اللحظة عبر الورش الثلاثة التي أنجزتها كمشروعات لعملية استكمال حلقات الاتفاق الإطاري، الأمر الذي ربما أقلق القوى السياسية التي تقف على الضفة الأخرى وتحاول إجهاض هذا المشروع وقطع الطريق من أمامه. البعض يعتقد أن تحرك قطار الاتفاق الإطاري للأمام يعني اغتيال المبادرة المصرية وإرباك الصفوف داخل مجموعات الكتلة الديمقراطية، فإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الافتراضات قائمة على معادلات صحيحة؟ ولمزيد من النقاش والتفصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم وعبر الأقمار الاصطناعية الدكتورة مريم الصادق المهدي، القيادية بالحرية والتغيير المجلس المركزي والوزيرة السابقة لوزارة الخارجية. أرحب بك مباشرة دكتورة مريم الصادق في مع الأحداث، ونحييك على قناة البلد ونقدر قبولك لهذه الاستضافة. وأمضي معك مباشرة سيدة مريم، يعني الاتفاق الإطاري، وبالتأكيد هناك أخبار متداولة كثيرة ومستجدات حول العملية السياسية، إلى أين وصل الاتفاق الإطاري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك أستاذ محمد، ومرحبا بكل مشاهديك ومشاهداتك في داخل وخارج السودان، وسعيد اليوم بالاستضافة في قناة البلد، القناة القوية الرائدة في مختلف المجالات. نعم، أثني على كثير مما جاء في تقريرك الذي افتتحت به هذه الحلقة، وأقول إنه المسألة هي العملية السياسية. الاتفاق الإطاري هو إطار مهم جدا في موضوعين. الموضوع الأول والمهم إنه هو يؤطر للاتفاق المهم الذي تم ما بين القوى المدنية الموقعة والقوى العسكرية الموقعة، هذا مرتكز أساسي للاتفاق الإطاري. المرتكز الآخر الأساسي للاتفاق الإطاري إنه هو بدأ العملية التي تفضلت بتفصيل ما تم فيها من ورش ثلاث، وتبقى اثنان مهمتان جدا، اللي هي مسألة العدالة الانتقالية التي يقوم عليها أهل المصلحة في مختلف أرجاء السودان، والتي تتناول أيضا قضايا العدالة الانتقالية لمختلف الحقب، وصولا لمرحلة الثورة السودانية المجيدة، ثورة ديسمبر، وحقوق الشهداء وضرورة أصحاب المصلحة في هذا الأمر ورأيهم، وكيف نمضي في هذا الأمر. المسألة الأخيرة هي مسألة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي أمر مهم عنده شقين. الشق الأول فيه بعد سياسي، بالتأكيد بيكون بمباشرة ما بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، ومخاطبة كثير من التباينات أو الاختلافات فيما بينهما. وأيضا المسألة الأخرى التي تتميز بالفنية أكثر، مسألة كيفية أن يكون هناك جيش واحد مهني موحد، عقيدته متفق عليها، وغيرها من القضايا التفصيلية اللي بالتأكيد بينفذوها العسكريون أنفسهم، ولكن يتفق عليها الجميع بما فيها السياسيين.
الأمر هذا الأمر فيما يخص الإطاري ده الأمر الأول اللي هو بيأطر لاتفاق أسس لاتفاق ما بين العسكريين والمدنيين. المسألة الثانية زي ما ذكرت هي بدء العملية، وبالتالي الإطار في هذا الإطار في بدء العملية هو سينتهي باتفاق نهائي بيتم فيه المطلوبات عبر هذه الورش المهمة الخمسة، وأيضا معها ورش أخرى ما بين المدنيين أنفسهم. الورشة الأولى أو المجموعة الأولى من التفاكر هي خاصة ببرامج الحكومة الانتقالية القادمة من النواحي المالية والإصلاحات وغيرها والمسائل الدستورية والإعدادات للانتخابات والعلاقات الخارجية وكل هذه القضايا. الموضوع الثاني والمهم والذي ظل يشغل الناس بصورة فيها كثير من التكهنات وفيها كثير من الأقاويل، اللي هي مسألة أسس ومعايير اختيار شاغلي المناصب في الفترة القادمة، وبعد ما الفراغ من الأسس والمعايير تسمية أشخاص بعينهم، خاصة كما تعلموا هو الأمر الخاص برئيس أو رئيسة الوزراء. وأنا في هذا الأمر عايز أقول بوضوح، نحن في قوى الحرية والتغيير لم نسمي شخص إلى الآن، لا يشغل منصب رئيس الوزراء ولا منصب أي منصب آخر. وفي هذا الأمر أنا أستبعد جدا أن تكون الأسماء المتداولة، خاصة هناك حديث مركز إنه أخونا الأستاذ طه عثمان اللي هو أحد المناضلين في هذه الثورة إنه هو مسمى من الحرية والتغيير أو إنه مدعوم من الدعم السريع أو غيره من نوع هذه الشائعات، وإنه الأستاذ الواثق البرير هو تم تسميته لمجلس السيادة وغيره. الكلام ده عاري تماما من الصحة، وبموجب المعايير التي تحدثنا عنها أستبعد جدا حتى أن يتم تسميتهم لاحقا، ولأنهم هم نفسهم الاثنين دل بالذات قادوا العمل الكبير جدا والمهم جدا في مختلف التفاهمات. يصعب جدا أن يقدموا أنفسهم، طيب. لأنه بيبقى شكلهم كأنهم قاموا بهذا العمل ليقدموا أنفسهم، طيب. وهذا هذا حديث. هذا لا, حديث واضح لا, جدا. لا يتماشى مع الروح الثورية التي نروج لها والتي ندعمها والتي نمثلها بالفعل، طيب. في الحرية يعني والتغيير. يعني ما شاء الله أجبتي على تساؤلات عديدة جدا، لكن يعني دعيني أقف على نقطة هامة دكتورة مريم. هناك مكونات كثيرة لا يمكن الاستهانة بها وقعت على هذا الاتفاق، لكن بالمقابل هناك أيضا مكونات ترفضه تماما، ويعني بالعكس أصبحت تهاجم الاتفاق الإطاري وتهاجم المجموعات الموقعة على الاتفاق الإطاري. عندما ننظر إلى بنود هذا الاتفاق يبدو واضحا، إذن لماذا هذا الهجوم؟ لماذا هذا الرفض من وجهة نظرك؟ نعم، أعتقد ده سؤال مهم يا أستاذ محمد، وظل الناس كلهم يتساءلوا كثير في مختلف المراحل. أنا أعتقد كما تفضلت أنت في مقدمة تقريرك القطار العملية السياسية، زي ما قلت لك الاتفاق الإطاري ده مسألة محددة بتؤطر للعلاقة أو الاتفاق الأطلق هذه العملية السياسية ما بين العسكريين والمدنيين، وأيضا بدأ العملية وبالتالي سينتهي باتفاق نهائي. بالتالي الأمر ليس الاتفاق الإطاري، المسألة هي العملية السياسية. وكما تفضلت نحن يجب أن يعني نرفع القبعات ونحيي قوى الحرية والتغيير بصورة قوية جدا، لأنها عبر الاتفاق الإطاري هذا والتفاهمات التي سبقته أخرجت الساحة السياسية السودانية من جدل ظل عقيم طوال شهور ممتدة وطوال تغابن كبير، إنه من هم المدنيون؟ يعني العملية السياسية البداها الاتفاق الإطاري حسمت كثير من الأسئلة حول مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى الأساسية، ما هي أهم القضايا التي يجب تناولها للاتفاق لانطلاق لمرحلة انتقالية قادرة وفاعلة؟ ودي المحتوى بتاع الاتفاق الإطاري، وهو كما تفضلت ما محل اختلاف، يعني أي مجموعة أي وثيقة ترجعها حتلقاها بتتناول ذات، طيب، القضايا. سعود إلى سؤالي ذات العناوين، لماذا هناك مكونات ترفض؟ أنا ما واضحة يا دكتورة مريم. أريد أمشي للمحل الآخر اللي هو المسألة الثانية، العمل الاتفاق الإطاري أو العملية السياسية عبر التفاهمات التمت ما بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير، إن حسمت الجدل حول من هم الكتلة المدنية التي يجب أن تكون يعني عندها المرجعية ككتلة حرجة للمضي للأمام.
هل هناك معيار معين يحدد هذا المبدأ؟ ما هو المعيار أو ما هو البند الذي أو العرف الذي تستندون عليه لتحديد كتلة على كتلة أخرى أو مجموعة على مجموعة أخرى؟ نعم، أولاً ده سؤال مهم. لا نتحدث عن كتل البتة، وكما لاحظت في الاتفاق الإطاري التوقيعات كانت بالمفرد، لم تكن البتة بشكل كتل، ما عدا لأول مرة كتلة تجمع المهنيين، وهي محل لمراجعات في الحقيقة، لأن غير مسبوقة، ولأنه بعد ما يعني عملت مسألة غير مسبوقة بإفراد توقيعات للمهنيين، ولم يحدث مثلا للقوى المدنية لمبادرة المجتمع المدني مثلا، ودي مسألة محل نقاش فيما بيننا. ولكن أهم حاجة عمل الأمر ده إنه أخرجنا من خانة الإغراق. نحن تحدثنا عن كتل حرية لا نريد فيها إغراق بمجموعات. نحن نعلم في النظام البائت عبر حوار الوثبة تم إغراق الساحة السياسية السودانية بالكثير من المجموعات التي لا وجود لها في أرض الواقع، أحزاب الشنطة وغيرها من الأشياء. بالتالي وأيضا تم استعمالها في مراحل أولية من أيام الانقلاب في الزعم أن هناك مجموعة مدنية غير مجموعة القوى الحرية والتغيير. الأمر الآخر هو مسألة منع الإقصاء، وبالتالي نعم نحتاج الآن بعد ما الآن إخوتنا بعد ما عادوا من القاهرة ودخلوا في حوار بناء مع القوى الحرية والتغيير، نحتاج لأن نتحدث عن هل هناك من داعي لموقعين أخر بناء على أسس محددة أم لا. وهذا هو الآن محل الحديث. هم قالوا إنه هناك مجموعة يعني مهمة. هل أنتم جلستم مع بعضكم البعض؟ ما الذي نعم. حدث؟ أها. تم جلوس، والجلوس متى وكيف وما هي الآلية التي وضعتموها للجلوس؟ لا معليش أستاذ محمد، يعني عفوا أنا أريد أن أكمل الفكرة بصورة أساسية. لا، لأنك الآن من خلال إجابتك تجاوزت لي مراحل. أنا لا أزال أتحدث عن جدوى، هل هناك من جدوى لإضافة موقعين أم لا. طيب أولا أنا أسألك عن ذلك الآن سيدة مريم، أنا سألتك سؤال واضح، لماذا هناك مكونات ترفض هذا الاتفاق؟ طبعا أنا لست في محل الإجابة عنه يا أستاذ محمد. برأيك يعني أنتم الجانب الآخر الذين وقعتم هذا الاتفاق. عفوا يعني. أعذرني أنا لا يمكن أن أتحدث عن آخرين، وجودهم موجودين تستطيع طيب أن تتحدث معهم. طيب ما هي نقاط الخلاف بينكم وبينهم؟ ما هذا ما كنت أتحدث عنه، يعني أنا كنت أقول لك إنه بدأ حوار جاد في الموضوعين أنفسهم الذين عملنا فيهم اختراق جاب الاتفاق الإطاري اللي هو محتوى ومن الذي يقوم بهذا الأمر. في موضوع المحتوى توصلنا إلى اتفاقات واضحة وتقارب كبير جدا، ظل الأمر الآخر كيفية التوقيع على هذا الأمر، لأنه إحنا ما نتحدث عن فتح الإطار طبعا البتة، بنتحدث اصلا زي ما قلت لك الاطار قوته في انه عمل علاقه ما بين العسكريين والمدنيين وبدا عمليه سياسيه. لذلك المرجعيه ما بين السياسيين انفسهم هي الاعلان السياسي، ونحن كقوه موقعه على الاتفاق الاطاري اصلا وقعنا اعلان سياسي. الان ونحن ننضم الى اخرين نتحدث عن الاعلان السياسي الذي وقعناه ان يكون فيه الإضافات والتعديلات التي نتوافق عليها عبر إعلان سياسي. هذا الإعلان السياسي هو لا 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 يجب البتة الإعلان الإطاري. الإعلان الإطاري غرضه وحقيقته أساسا ماضية، وهي التي تقود العملية السياسية وستنتهي إلى اتفاق نهائي. أما الإعلان السياسي هو المرجعية السياسية للعملية السياسية نفسها التي بدأت زي ما قلت لك بإعلان إطاري. إذا هذا الأمر مضينا فيه بصورة إيجابية جدا وبصورة بناءة. ظل الأمر الآخر والمهم والذي أيضا توافقنا فيه مع العسكريين ويجب أن نتوافق فيه مع إخوتنا الذين نريد أن نشترك معهم في المضي قدما في عملية سياسية موحدة، اللي هم معروفين أخوتنا السيد القائد مني والقائد دكتور جبريل، وإخوتنا في الاتحاد الديمقراطي الأصل بقيادة السيد جعفر الصادق. طيب لذلك هم لما تفهموا بصورة واضحة إنه الأمر ليس أمر كتل، تحدثوا أيضا بصورة أعتقد فيها قدر مسؤول، إنه هم يعتقدوا إنه لصلاح هذا الأمر يجب أن تضاف
قوى وطنية أخرى في التوقيعات بناء على معايير. هنا توقف النقاش لمختلف السفريات، لمختلف القيادات في مختلف الاتجاهات، والمأمول أنه أن يتم مزاولة الحديث في هذا الإطار، وأن إحنا عندنا أسس واضحة بنينا بها هذه الكتلة الحرجة، وبنعتقد أنه من الصعوبة أن تزداد باتجاهات أخرى، ولكننا منفتحون للاستماع لرأي أخوتنا. الحاجة المهمة في هذا يعني الأمر، يعني أنتم الآن في انتظار مواصلة رأي هذا الحديث، مواصلة هذا الحوار المهم. أنتم في انتظار المهم رأي الجهات الأخرى كما وصفتموها بأخوتكم سيد مني والسيد جبريل والسيد جعفر المرغني للرد على بنودكم حول الاتفاق النهائي؟ لا 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 لا, لا أنا أريد أن أفهم. لا، الاتفاق النهائي يا أستاذي تصوغ هذه الورش الخمسة ما بين المدنيين والعسكريين، وزائد الورش الاثنين ما بين المدنيين أنفسهم، ده ما يصنع الاتفاق النهائي. ولكن هذه العملية السياسية تتكئ على إعلان سياسي يوقع عدد من القوى الوطنية السودانية. هذا الإعلان السياسي من حيث المحتوى تم التواصل حوله والوصول فيه لاتفاقات واضحة وإيجابية وقوية. تبقى أن نتحدث عن هل من داعي لمزيد من التوقيعات من قوى وطنية سودانية أخرى غير التي حددها الاتفاق الأول ما بين الحرية والتغيير والقوى العسكرية أم لا. تمام؟ إخوتنا الذين نتحدث معهم قالوا إنه عندهم إضافات موضوعية قائمة على مرجعيات وطنية، نحن في انتظار أن نواصل الحديث لنستمع إليهم. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة يا أستاذ محمد يغفل عنها الناس كلهم. مسألة الاتفاق ده ومسألة العملية السياسية لا تقوم فقط على الموقعين، إنما في الحقيقة عماد الأكبر هي القوى الثورية. القوى الثورية على رأسها لجان المقاومة، وكما ترى لجان المقاومة شبابنا الذين افتدوا كل هذا الحراك الثوري هم من غير الموقعين. بالتالي نحن الآن في قوى الحرية والتغيير ومع إخوتنا الموقعين من خارج الحرية والتغيير نتحدث عن كيفية عمل جبهة من القوى الداعمة لهذا الاتفاق لهذه العملية السياسية، وفي الآن بنتحدث عن جبهة موحدة ما بيننا والقوى. طيب يا دكتورة مريم أنا أعتذر عن المقاطعة، لأنك طرحتي أجوبة عديدة تحتاج إلى طرح تساؤلات كثيرة، هكذا يعني اسمحي لي يجب أن أطرح أسئلة كثيرة جدا. أنت قلت لي نقطة هامة، وأنتم جلستم وتشاورتم بأنه هل يمكن إضافة قوى وطنية أخرى إلى هذا الاتفاق أو إلى العملية السياسية والإعلان السياسي. سؤالي هنا تحديدا، هناك مكونات مدنية طلبت التوقيع على هذا الاتفاق وأنتم شكرا. رفضتم. نعم. لا، لكي نفصل النقاط اسمح نعم. لي يعني نعم. من الذي يقرر هذا له الحق أن يوقع وهذا ليس له الحق أن يوقع؟ وهذه هي نقطة خلاف بينكم وبين المكونات الأخرى الرافضة لعملية الاتفاق الإيطالي. تفضلي. طيب نحن نتحدث كما قلت لك في الأول إنه هناك كتلة حرجة يجب أن نتوافق عليها بوضوح وبصورة حصرية لكي تكون هي الحاضنة السياسية، لأنه كما تعلم يا أستاذ محمد واحدة من أهم نقاط ضعف الفترة الانتقالية الأولى كان عدم تماسك الحاضنة السياسية. واحدة من الأشياء الأضعفت ليس فقط الحكومة التنفيذية، إنما أفقدت القدرة في إكمال حتى هياكل السلطة على رأسها وأهمها المجلس التشريعي، عدم وجود هذا الوضوح في الكتلة أو الحاضنة السياسية. لذلك الآن نتكلم نحن عن الموقعين كأساس لحاضنة سياسية، ده أهمية الموقعين. طيب. ولكن بالضرورة الحاضنة السياسية لا يمكن في وطن فيه كثير من التعقيدات وكثير من القوى حتى من غير القوى السياسية صاحبة شأن، ونحن كما تعلم توافقنا إنه الانتخابات تكون بعد عامين، اللي حتى لو وقعنا الاتفاق النهائي الآن حتكون أن إحنا حرمنا الشعب السوداني من إنه يمارس سلطاته في حقه كشعب سيد الموقف 6 أعوام، وده أمر خطير جدا. لذلك كما أنت تفضلت هناك الآن ما يزيد عن 90 جهة قدمت لنا أن يكون هناك تطلب التوقيع، منعا لكثير من السلبيات
نحن نعمل مع جميعا بصورة، وحتى مع هذه القوى. نحن الآن عبر لجنة في الحرية والتغيير، والتي بالتأكيد حتتواصل مع بقية الموقعين خاصة المدنيين طبعا، عشان يحصل توافق في كيفية التعامل مع هذه الطلبات المهمة. لكن أنا كنت بقول لك في فكرة مهمة جدا، ويظل الناس يعني ما يركزوا عليها. فكرة الحاضنة السياسية دي مسألة محددة جدا، لكن لا تعني أصحاب الشأن في السودان، لأنه أهم جهة جميعنا متفقين إنهم أصحاب الشأن، وإنهم بالعكس هم حماة الثورة، وهم حماة التطلعات الشعب السوداني. لجان المقاومة هم ليسوا من ضمن الموقعين. بالتالي الآن لذلك نتحدث بصورة قوية، وبالفعل شرعنا في أن تكون هناك جبهة ثورية عريضة من هذه القوى الثورية، تقوم على ميثاق به نعمل آليات تراعي خصوصية هذه الأجسام الأفقية، وهذا البعد الثوري لهذه الأجسام، عشان تكون عندها مشاركة حقيقية وفعالة في الشأن العام كله، خاصة في الحكم والحوكمة. فدي واحدة من القضايا المهمة الآن نحن مشينا فيها خطوات كبيرة وملموسة، وقدمنا فيها تقرير مهم نتوقع أنه نصل فيه عبر النقاشات لمسألة مهمة. طيب الآن هل يمكن أن تجيبي على السؤال الذي طرحته عليك قبل قليل، بأنه أنتم الآن بصدد توسيع قاعدة المشاركة وفتح الباب لانضمام قوى وطنية؟ سؤالي لك أن هنالك قوى قدمت نفسها وحاولت التوقيع وأنتم رفضتم، اسمحي لنكم سؤالي، ما هو المعيار ومن الذي يحدد هل هذا وطني وهذا غير وطني وجميع السودانيين؟ العفو، الأمر لا يستطيع أي منا مهما كانت مرجعيته النضالية أن يتحدث عن حرمان جهة من ممارسة دورها العام وحقيتها في أن تمارس مواطنتها. ولا أحد يجرؤ، ولن نسمح نحن أنفسنا لأي جهة أن تتحدث عن وطنية أو عن عدم وطنية أي جهة. لا طيب هناك مكونات رفضتم توقيعها؟ نعم، لأني الفكرة الأساسية اللي بحاول أطرحها لك يا أستاذ محمد إنه مسألة التوقيع دي مختصة بمجموعة محددة من القوى الوطنية العريضة الموجودة في الساحة السياسية، وهي لتكون ما سميناه الحاضنة السياسية للعملية السياسية الآن وللفترة القادمة إن شاء الله الانتقالية، بصورة تتجاوز وتستفيد من أخطاء وهنات وقصور الحاضنة السياسية التي تمت في الفترة الأولى. بالتالي مسألة التوقيع دي مخصصة لتحديد مجموعة محددة من القوى الوطنية، ولكنها ليست كل القوى الوطنية. لذلك أنا بحاول أشرح لك الفكرة دي إنه أهم مجموعة وطنية نحن جميعنا لا نشكك في إنها قائدة لهذه الثورة لجان المقاومة هي ليست من ضمن الموقعين. بالتالي أمر التوقيع لا يعني أنك أنت وطني أو أنك لا وطني. ولا رجال المقاومة هذه المرة الثانية تذكرين رجال المقاومة، رجال المقاومة لم ترفضون التوقيع، هم الآن يخرجون في تظاهرات ويرفضون العملية برمتها. لا معليش معليش يا أستاذ محمد، خلينا نكون دقيقين، ونحن نتكلم في مسألة دقيقة جدا. مسألة الحراك الثوري ده واحدة من وسائلنا نحن جميعا في الضغط للحصول على مطالب الشعب السوداني. العملية السياسية لا تستبدل الحراك الثوري، العملية السياسية تكمل الحراك الثوري بجانب المؤازرة والتضامن الإقليمي والدولي، نكون واضحين في المسألة دي. بالتالي الحراك الثوري الذي يتم هو ليس ضد العملية السياسية. صحيح هناك بعض القوى لجان المقاومة ترفض العملية السياسية، هذا كلام صحيح، لما كلام صحيح، ولكن أخرى لا ترفضه. بالتالي صحيح لا اختلاف في ذلك. نعم لذلك أنا سأتحدث عن لجان المقاومة من منظورنا كقوة ثورية مهمة، ولكن بالرغم من اعترافنا هذا هي ليست من القوى الموقعة، لأنه بنرى في إنها تكون قوة موقعة قد يعمل على تشتيتها وإضعافها، لأنه العملية السياسية التي تقوم على اتفاقات محددة ممكن يكون يتباين حول كيفية الإصلاح الاقتصادي مثلا، كيفية العلاقات الخارجية، أشياء عديدة هم أنفسهم حاولوا إنه يعملوا مواثيق تراجعوا عنها، مش لأنهم ليس لديهم موقف سياسي، لكن لاحظوا إنه مواقفهم اللي بيتقدموا حولها هي خطوط عريضة ممكن أن تفصل في المواثيق السياسية بصورة تعمل على تفتيتهم. لذلك
نحن عندما قلنا لجان المقاومة ما ليست من ضمن الموقعين مش لأنها قوة وطنية، بالعكس، لكن لأننا نعمل على تقويتها. ولم يقل أحد أنها ليست قوة وطنية. نعم. شكرا. لذلك نعمل كما قلت لك على خلق جبهة، جبهة ثورية تقوم على ميثاق يحمل نفس المعاني لكن ليس بذات طيب. التفاصيل. سأعود إليك طبعا بأسئلة ويكون فيه ميثاق شرف. نعم، في التعامل فيما بيننا. سأعود إليك، أرجو أن تتكرمي بالبقاء معي لأرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن عبر خط الهاتف، الأستاذ مبارك النور الأمين العام للتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان. سيد مبارك، نرحب بك في مع الأحداث ونقدر قبولك للاستضافة، وأمضي معك مباشرة إلى سؤالي. يعني ما هو موقفكم حتى هذه اللحظة من الاتفاق الإطاري والخطوات التي قام بها الاتفاق في إطار العملية السياسية؟ أول مرحب بك ومرحب بكل المشاهدين في كل أرجاء السودان. أهلا وسهلا. نحن قطعا رافضين للاتفاق الإطاري وما زلنا على موقفنا. نعلم أن الاتفاق الإطاري اتفاق إقصائي ليست لكل السودانيين، هو إقصاء لفئات محددة يحددها الذين يقفون على أمر الاتفاق الإطاري. فنحن نرفض الاتفاق الإطاري رفضا قاطعا ونهائيا، ولا نقبل به أصلا، ولا نقبل بمخرجاته التي يأتي بها. مثل مثلا مسألة الورشة، هذه الورشة التي أقيمت يوم أمس والأيام التي قبلها ليست لا تعني شرق السودان في شيء ولا تعنينا في شيء، والذين شاركوا فيها لا يمثلون غالبية أهل شرق السودان، بل يمثلون فئة قليلة من أهل شرق السودان والبقية من ولايات أخرى. فنحن الآن، نحن الآن أهل الشرق، موقفنا واضح، نرفض الاتفاق الإطاري، نرفض الورشة التي أقيمت، نتمسك بموقفنا في المنبر التفاوضي الذي طالبنا به لكافة أهل شرق السودان وبرعاية دولية. فعشان كذا نحن هذا الذي طيب اسمح لي يا سيد الفاضل، يعني من الذي يحدد أن الفاعلين في هذه الورشة هم يحققون أغلبية، يحققون القوة الفاعلة في شرق السودان أم لا؟ خصوصا أن هناك يعني تصريحات مختلفة حتى من متحدثين باسم الكتلة الديمقراطية وصلت بهم الاتهامات إلى أن هؤلاء الذين حضروا إلى هذه الورشة هم مصنوعون وتم الدفع لهم وتم جلبهم وهم أقلية. من ما المعيار؟ من الذي يحدد هؤلاء أقلية أم هؤلاء أكثرية أم هؤلاء لهم السيطرة أم لا؟ يا أخي، الفاعلين في المشهد السياسي في شرق السودان معلومين بالضرورة لكل صاحب بصيرة. فهنالك كيانات سياسية في شرق السودان، هنالك مستقلين في شرق السودان، هنالك أحزاب سياسية في شرق السودان، هنالك منابر في شرق السودان. لا ما شفنا أحد من هؤلاء الذين يقفون على الموقف السياسي في شرق السودان الآن. كل الفاعلين في شرق السودان غالبيتهم هم غياب من هذه الورشة. هذه الورشة ورشة نظمت بليل، هذه الورشة نظمت والمعايير اللي بيختاروا بها الناس ذات بالنسبة لنا ما واضحة. الناس اللي تشاركوا من شرق السودان ومن غير شرق السودان ناس ما معروفين بالنسبة لنا. أنا ماذا أقول كلهم، لكن غالبية نكرات بالنسبة لنا. طيب، شرق السودان هذه وضحت. اسمح لي بسؤال هام كي لا يعني لا أمرر الحديث. إذا كان الاتفاق الإطاري لا يؤمن بقضية شرق السودان ولا بأهمية قضية شرق السودان ولا يحمل هذه القضية على محمل الجد، إذا لماذا أقام ورشة خصيصة لشرق السودان برأيك؟ يعني أولا الاتفاق الإطاري ذاته لا يعني لنا شيء عشان يقيم ورشة لشرق السودان أو لا يقيم. لكن هناك منطق، يعني هذه لا يعني لك شيء، هذه وجهة نظرك نعم ونحن نحترمها، لكن أنا أسألك سؤال بمنطق. إذا هو لا يهتم بقضية شرق السودان، لماذا يعني ينشئ ورشة كاملة لشرق السودان إذن برأيك؟ أحتاج إلى استفسار من قبلك. هذا ضياع للوقت، هذا ضياع للوقت، لأنه نحن شعرين بأن قضية شرق السودان عند أهلها. ما في زول ثاني نحن بنجيب له في الصف عشان يحل لنا مشكلتنا، ومن هو الاتفاق الإطاري؟ وليه بنعدونا نحن عشان يحل لنا مشكلتنا؟ نحن جزء من هذا السودان أصيل، نحن بنقعد في كابينة فوق مع الناس وبنحل مشكلتنا مع الناس، ثاني نحن ما بنعدونا. مثلا حق تكون معروفة بالنسبة لنا. طيب، ما هي خياراتكم إذن الآن في شرق السودان؟ البلد الآن أصبح القوي وآكل والضعيف مأكول، ولسنا ضعفاء، حقوقنا نستطيع أن ننتزعها، سننتزع حقوق شرق السودان.
بكل وضوح ماذا وبكل ستفعلون سهولة. إذن؟ يعني ما هي الخطوات التي ستقومون بفعلها لانتزاع حقوق شرق السودان؟ الخيارات أمامنا مفتوحة، لسنا ضعفاء والخيارات أمامنا مفتوحة، نستطيع طيب أن ننتزع طيب حقوق. تكرم تكرم بالبقاء معي لأعود إلى ضيفتي الدكتورة مريم. دكتورة مريم، يعني استمعت إلى حديث الأستاذ مبارك ويقول أن هذا الاتفاق إقصائي، وهذه النقطة كنت أتناقش فيها معك قبل قليل، ونحن لا نقبل به ولا نقبل بمخرجاته. واحدة من القضايا التي يرى أنها استهلاك للوقت من قبلكم وهي ورشة شرق السودان وقضية شرق السودان، كيف تعلقين على كل ذلك؟ نعم، استمعت بإصغاء للأستاذ مبارك، وهذا رأيه وكل رأي يحترم، وبالتأكيد هو صادق فيما يعتقد ويعبر عن مجموعة لا شك ينتمي إليها، ودي أمر واحد من أهم أسس الديمقراطية أن نتحدث مع الآخر الذي لا نتفق معه. ومن المؤسف أنه يتحدث عن أنه رفض مطلق لأمر زي ما أنتم تفضلتوا، الأمر الاتفاق الإطاري ده حقيقة ما جاء فيه كمحتوى هو ما ظل يتحدث عنه المجتمع السياسي السوداني منذ فترات طويلة، حتى من قبل نجاح ثورة ديسمبر في أبريل 2019. فهي ذات المواضيع، ومن الصعب أن يرفض مطلقا هكذا. أما في حديث الإقصائية، أنا أقول بالتأكيد فكرة أن نقدر، هناك فكرة حقيقية في الفكر السياسي تتحدث عن ما يسموه بالديمقراطية المباشرة، وإنه كل شخص يجي يباشر يتحدث، هي طبعا نظرية مثالية وأقرب للمستحيل. لذلك في القوى السياسية تجمعت عشان تصوغ الرؤى، بالتالي احنا في السودان مررنا بتجربة مريرة طيلة 30 عام. النظام البائد عمل استمراره بالتغبين والتخويف ما بين القوى الوطنية، ولما انغلبوا في اللحظات الأخيرة أو في المراحل الأخيرة لما دخل في مسألة الحوارات الوطنية وغيرها، عمل بدعة الإغراق، وعمل إغراق حقيقي للساحة السياسية السودانية، وعمل تسخيف لفكرة الحوار الوطني بهذا الإغراق. نحن الآن لا نريد أن نكون رد فعل لنظام بائد، ولكن نقوم بفعل وطني. لذلك كما قلت لك بتفصيل، هذا الاتفاق يقوم على خلق وقائم على أن تكون هناك كتلة وطنية حرجة تعبر بأعلى درجة ممكنة. لا أستطيع أن أقول إنها 100% بالتأكيد، ولكن أزعم إنها ممكن تصل لمجموعات جيدة. في الآخر الأمر يحسم عبر الانتخابات اللي بيدلي بها كل مواطن بدلو. لكن أنا بس عايز أقول لأستاذ مبارك كلمة، تفضلي. ما تفضل به في أمر ورشة الشرق كلام فيه عدم 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 موضوعية كبير، وعدم عدل حقيقي. ويعني لو كان كلف نفسه كمواطن سوداني وكمواطن بيهتم بشرق السودان، وجي حضر وحدي من مجموعات العمل الثمانية، خليك من الأوراق دي ما كانت في المنابر، وجو ناس مختصين قالوا، وكلهم كانوا وجلهم من شرق السودان في موضوعات حساسة ومهمة جدا جدا. لو استمع للتوصيات التي جاءت بالأمس، لا عارف إنه ديل ناس لا مكريين لا مشريين، جو عشان يعبروا بصدق وبقوة، وكان في الاختلاف. الآن كنت أود أن أطرح عليك، ما هي التوصيات التي خرجت في هذه الورشة؟ نعم، التوصيات الآن في صياغتها النهائية، التوصيات بشكلها المبدئي الذي جاء بصورة مباشرة من مجموعات العمل الثمانية طرح بالأمس بالإعلام، في الإعلام بصورة يعني تفصيلية، وحتى في أشياء منها فيها بعض التعارض مع بعضها البعض، ممكن يكونوا لاحظوا الناس، لأنه مجموعات عمل مختلفة جلست بتتناول صحيح قضايا مختلفة، لكن كما تعلم القضايا كلها متداخلة. لذلك الآن في لجنة بتعكف على صياغة هذه التوصيات لتطرحها في خلال الأيام القادمة بصورة مهنية وبصورة سياسية متوازنة، من ضمنها وعلى رأسها كيفية شمول مسألة قضية شرق السودان في الاتفاق النهائي. لكن الذي تبلور بوضوح ظهر بقوة وبصورة غالبة دعوة من الذين جاءوا من شرق السودان، وبالمناسبة المجموعات اللي جاءت تفاقت 500 رجل وامرأة، وأنا حقيقة أحب قبال ما أمضي في هذا الأمر أسجل صوت اعتزاز وافتخار
يعني كبير بنوعية وكم مشاركات النسوية من الشابات والسيدات الذين جاءوا من شرق السودان. واضح جدا أن المرأة في شرق السودان تقدمت بصورة حقيقية وعندها حضور وفعل حقيقي. طيب. يعني وجود الدكتورة آمنة ضرار وأنا أحييها، ووجود دكتورة أمال وأنا أحييها أيضا، كقيادات أو كرئيسات لقوة سياسية، ما كلام ساكت يعني. لكن أنا عايز أقول أنه الظهر بصورة وبصورة قوية جدا منادات الناس من داخل هذه الورشة بضرورة أن يكون هناك منبر منفصل لتناول قضية شرق السودان ويكون مراقب دوليا. الكلام اللي تفضل به أستاذ مبارك اللي اتهم الناس ديل بأنهم مجرد مصنوعين يعني، وأيضا ظهر بوضوح ناس يقولوا أنهم عايزين المسار. لذلك يتبلور الأمر غالبا في أن يكون المنحة أنه هناك يكون في ملتقى جامع، نطلع من الكلمات وصراع الكلمات زي ما كثير من الأشياء إحنا بنستغرق في الكلمات ونوصف ما نريد. التوصيف يبدو أنه عليه توافق أكبر، أنه بعد أولا شيء مسألة يكون توافق على الصياغة النهائية كيف تظهر في شرق السودان في الاتفاق النهائي، وأنه يكون في تمثيل منصف لشرق السودان في الهياكل القادمة، والحكومة أول ما تتكون لأنها هي اللي بتتفاوض مع الأهل في شرق السودان تعمل يكون في منبر، يكون في ملتقى جامع لأهل الشرق برقابة دولية ولا يستثنى منه أحد، ويخاطب كل القضايا، لأنه المتهم في هذا الأمر هي الحكومة لو في اتفاقية الشرق في السابق إنها لم تنفذه، أو في اتفاقية جوبا إنها كذلك ما قامت بالأمر بالصورة المطلوبة. طيب سأطرع عليك سؤال، لذلك أنا بس أحب أقبل الإجازة لأن ضيفي أنا جدا جدا تفضل ضيفك، أنا ما عايز أحرمه بالتأكيد، عايز أسمع له بالتأكيد. طيب. لكن عايز أقول حقيقة أنا اليوم استقبلنا في دار الأمة عدد من قيادات الشرق ومعهم عدد من قيادات الحرية والتغيير والموقعين. طيب. أنا قلت وبقول الآن في الإعلام هذه الورشة اللي انتهت بالأمس حقيقة واحدة من النقاط المضيئة في مسيرة جميل. طيب. المسيرة السياسية السودانية وسيكون لها ما بعدها. جميل. سؤال أخير قبل أن أذهب إلى ضيفي السيد مبارك والتوافقات. يعني أحتاج إلى توضيح من قبلك. البعض تحدث عن أن ورشة شرق السودان والتي أقمتموها يعني بأنها مصنوعة كما طرحت لك، لكن هم يرون أن هذه الورشة لديها مخاطر كبيرة جدا وبأنها ستقوم بفتنة كبيرة جدا في شرق السودان، وأيضا عدم اصطحاب الناظر تريك تحديدا إلى هذا الاتفاق سيقابله انفلات أمني كبير في شرق السودان على حد بعض القول، وأنه لن يؤدي بهذا الاتفاق إلى المضي قدما. أرجو الرد إيجاز كي يعود إلى ضيفي السيد مبارك، تفضل. بالتأكيد كان من الأفضل مشاركة كل مكونات الشريك وعلى رأسها الناظر تريك. الناظر تريك شخص قيادي في شرق السودان وفي السودان، وعنده وجود اجتماعي وسياسي بغض النظر عن اتفق أو اختلف مع الطريقة التي أدار بها الشأن أو يدير بها الشأن، دي مسألة مطروحة للتداول، ولكن كان الأفضل أن يكون موجود. أنا قلت الكلام ده من داخل الورشة وقلت اليوم في مخاطبتي لقيادات الشريك، لكن يا أستاذ محمد الأمور ليست أحدث، ما دار اليوم ليس حدث، هي تجميع لقدر مقدر من الرأي في شرق السودان مع الرأي الوطني، وخرجوا بتوصيات. التوصيات دي هي نفسها ما بتتحدث عن انه ده حسم لقضية الشرق. نعم. هو حتى العنوان بتاع الورشة تكلم عن خارطة الطريق. جميل. من ضمن اغراض خارطة الطريق كيف يتم ايراد شأن شرق السودان في الاتفاق النهائي، والحاجة الاساسية التوافق عليها الناس انه يكون في ملتقى جامع لأهل الشرق في فترة. طيب. لا تتعدى 3 شهور بعد تكوين الحكومة عشان ما نمشي في المطاولات. طيب. وغيرها. وأنا بفتكر ده فيه تلاقي كبير جدا مع ما ظل ينادي به الناظر تريك من أن يكون هناك منبر منفصل لشرق السودان. سيد مبارك، يعني آمل أنك استمعت إلى حديث ضيفتي الكريمة دكتورة مريم الصادق وهي تتحدث عن قضية شرق السودان، وردت لك يعني مدى استشعارهم وأهميتهم بهذه القضية والوصول إلى حلول والتوصيات التي طرحتها الآن، وهي قالت يجب أن يتم تكوين أو إنشاء ملتقى جامع لأهل الشرق برقابة دولية
يخاطب جميع القضايا. وكانت هناك زيارة لدار حزب الأمة من قيادات ثقيلة ولها وزنها في شرق السودان، وهذا يؤكد أن هناك جهة أو جموع في شرق السودان تؤيد هذا الاتفاق وتؤيد هذا الخطوات، كيف ترد؟ أول حاجة أنا للأمانة كلام الدكتورة مريم ما سمعته، والله ما سمعت منه ولا كلمة ولا حرف، ما أعرف الصوت عندك طيب. ما واضح عندي. طيب سأعيد عليك باختصار يعني ما قالته لكي لأن أحتاج إلى رؤيتك. يعني هي يعني أثارها حديث بأن هذا الاتفاق لا 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 استغلال للوقت، والورشة ورشة شرق السودان هي استغلال للوقت، هذا حديث يعني خاطئ جدا في حق هذه الورشة، وهم يرون أن قضية شرق السودان قضية مهمة جدا وهي من أولويات هذا الاتفاق الإطاري، خصوصا انعقاد هذه الورشة بوجود عناصر فاعلة في شرق السودان، والخروج بتوصيات هامة من أهمها تكوين ملتقى جامع لأهل الشرق برقابة دولية يخاطب جميع القضايا. ذهبت إلى أبعد من ذلك أن هناك قيادات مؤثرة في شرق السودان أبدوا ترحيبهم بهذه الخطوة وبهذه الورشة، وقد قاموا بزيارة إلى دار حزب الأمة ويعني في إطار الترحيب بهذه الخطوات، كيف ترد على كل ذلك؟ أول حاجة أنا تحية للدكتورة مريم، لكن أقول لدكتورة مريم بوضوح شديد، نحن أهل الشرق ونحن أدرى بحل مشكلة الشرق، ونحن أعرف بكل قضايا شرق السودان وكيف تحل القضية. أنا والله ما أقدر أقول كلام كذا ما كويس، لكن يا دكتورة مريم أنت من الناس اللي جيتونا في الشرق وسمعت الكلام هناك من أهل الوجع، أهل الوجع سمعت منهم في أركويتك، هل رأيت منهم أحد في القضايا؟ انت انا بسالك سؤال مباشر، اهل الوجع جاوبي اذا يا دكتوره مريم. نعم 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 واخرين هل رايت منهم احد طبعا؟ نعم رايت. انا والله انا اقول والله للاسف يعني المفرده دي يعني اعتذر للمفرده لانه ما لقيت مفرده افضل منها في التعبير. الناس اللي في المشهد السياسي الان كلهم مسطحين وانا سيد مبارك وانا سيد مبارك لا اسمح لك لا اعذرني سيد مبارك كي يكون هذا الحوار ديمقراطيا ومنطقيا ويستفيد منه المشاهد قبل كل شيء. هذا يا سيد مبارك، اولا ارجو منك ان تسحب هذا المصطلح لاني لا اسمح باي كلمة تقلل من أحد ضيوفي داخل الحوار. الشيء الآخر، هذا ليس منبر سياسي للنقاش، هذه حلقة يتابعها المشاهد. أرجو أن تسحب هذا المصطلح. لك كامل الفرصة، لكن من غير مصطلحات تقلل من حق الآخر. تفضل. ليست لهم إلمام بقضية شرق السودان. تمام. قضية شرق السودان قضية بتاعت تهميش سياسي اقتصادي اجتماعي أمني حتى منذ تأسيس الدولة السودانية. قضية شرق السودان الآن 4 أعوام هؤلاء الذين يتربعون على عرش البلد يأتوا بنا إلى الخرطوم ونرجع إلى الشرق، يأتوا بنا إلى الخرطوم ونرجع نسمع جعجعة ولا نرى طحين. نحن نريد منبر تفاوضي هو الحل الوحيد، منبر تفاوضي لكافة أهل شرق السودان لا يستثني أحد، نناقش في قضايانا برعاية دولية بعد ذلك يكون في ضمانات. طيب يا سيد مبارك، المنبر التفاوضي ما اختلافه من الملتقى الجامع؟ أليست هناك تقارب في وجهات النظر؟ ما في تقارب، الناس لو دريعوا المنبر التفاوضي لهم 4 سنة، 4 سنة ما عملوا لي شنو؟ ما السلطة كانت في جدهم. طيب لماذا لا نستمع إلى إجابة الدكتورة الآن قبل أن لماذا لم تقوموا في الفترة السابقة يا دكتورة مريم؟ طيب سأطرح هذا السؤال يا سيد مبارك، سأطرح هذا السؤال الآن على الدكتورة مريم. دكتورة مريم لكم 4 سنوات، لكم 4 سنوات يا سيدة مريم. هي طلبت أنا أكمل كلامها، ممكن تتعامل معي بهذه الصورة؟ تفضل. ممكن تتكلم معي بهذه الصورة يا أخي؟ نحن نتكلم معك يا أخي، نحن دي قضية شرك كامل، دي قضية شعب، نحن عندنا حشود خرجت في شرق السودان واستغناها من السودان كسلها يسنكات القضاري فالفشقة حلفة كل المناطق خرجت حشود كبيرة جدا تنادي بمطالب محددة، وهذه الديمقراطية التي يتحدثون عنها. نحن نريد أن يسمع صوت الأغلبية التي خرجت في شرق السودان تطالب بحقوق شرق السودان. لكن الآن تلم ناس ما عندهم علاقة بشرق السودان يخشوا قاعة الصلاة. كلمني أحد أهل شرق السودان مشى ذهب، قال لي إحنا قعدنا في الطاولة سألت 7 من اللي قاعدين واحد يقول له علاقة بشرق السودان. طيب يستفيد من وقتك يا سيد مبارك، الملتقى الجامع الذي طرحته الدكتورة مريم ألا يحقق هذه الرؤية؟
السؤال لك يا سيد مبارك، الملتقى الجامعي الذي خرج بتوصيات هذه الورشة الذي يكون لأهل الشرق وبرقابة دولية لا يحقق هذه الرؤية التي ترونها أنتم؟ يا أستاذ نحن يا أستاذ المسميات الغلامية دي فترنا منها. نحن قضيتنا واضحة، نحن دايرين منبر تفاوضي يلغي القضية الشرق السودان، بعدين ما بدونا ليه؟ ونحن ما بنجيب في الصف ولا مريم بتدينا ولا البرهان بدينا ولا أحمد بدينا، نحن بعدين ننتزع حقنا زي ما هم انتزعوا. طيب ماذا ستفعلون يعني؟ ماذا ستفعلون؟ ما هي الخطوات التي ستقومون بها؟ أنا مفتوحة، زي ما الناس قاعدين في الغسل الليل ينتزعوا حقوق ونستطيع ننتزع. كيف طيب. نحن عارفين؟ طيب شكرا. وبعد ذاك اللبيب اللي شارفهم. طيب شكرا جزيلا الأستاذ مبارك النور الأمين العام للتنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، كنت معي ضيفا عبر خط الهاتف، وأعود مرة أخرى إلى ضيفتي دكتورة مريم الصادق. دكتورة مريم، يعني هذا ليس بجديد، وهذه واحدة من نقاط الخلاف التي نحن نحاول أن نطرحها وأن نتناقش فيها حول عملية الاتفاق الإطاري. سأمضي لأن هذه النقطة أيضا ستأخذ كثير من الوقت ووقتي. لا بس معلش يا استاذ محمد، لا خلينا ننهي الكلام ده بصوره جيده. لا مهم الحقيقه، الحديث الغاضب لاستاذ مبارك مفهوم، والتهميش والتأجيلات والصراعات، كل الحديث ده كله تم في هذه الورشة بصورة مفتوحة، إنه الشرق ظل محل لصراعات قومية من السياسيين في المركز، وظل محل لتصفيات لهذه الصراعات، وظل محل لصراعات خطيرة جدا إقليمية من دول الجوار، وظل حتى الآن بقى دخل في الساحة السياسية العالمية، وبالتالي يجب لذلك إيلاء المسألة الأهمية الواجبة، ويجب أن يكون الحل برؤية ورأي أهل السودان، أهل الشرق أنفسهم، والذين جاءوا وتقاطروا من كل حدب وصوب، من كل المناطق، من ولايات من ولاية البحر الأحمر في امتداداتها، من ولاية كسلة في امتداداتها، من ولاية القذارف في امتداداتها، وتم نقاش مسألة مهمة جدا بالمناسبة، لم بصورة مفتوحة جدا، لأنه أهل ولاية القذارف جو برؤى صاغوها قاعديا إنهم يريدوا عمل أو الانفصال من الإقليم الشرقي، لأنهم كلهم مطالبين بإقليم واحد. طيب. وده كلام كان خطير جدا ومهم جدا، وتم التداول فيه بصورة مفتوحة. طيب. وأهلنا من القذارف قالوا أن إحنا لاعتبارات كثيرة ونقاشات هنا حنرجع لأهلنا هناك، إنه نبقى جزء من الإقليم الشرقي. الأمور التي نوقشت بانفتاح كبير جدا وبمسؤولية كبيرة جدا وبوطنية. طيب والذين جاءوا هم أهل شأن. أستاذ مبارك غاب، بس خلي عليك الله، خليني أستاذ محمد أكمل هذا. أستاذ مبارك غاب أمر مؤسف، وكان ما حقه يغيب، وكان يا ريت جاء. وأستاذ الناظر طريق غاب ما كان حقه يغيب، لكن ما ضاع شيء، نحن موجودين وهم موجودين وأهل الشرق موجودين. طيب. يجب أن يتم التكامل في هذا الأمر، وأنا بفتكر التوصيات الطلعت دي حقه تخليهم يشوفوا إنه ما في ناس بينشروا وبينكروا، والناس هم القايمين في أمرهم هم أهل الشرق زي بقية أهل السودان. جميل، هذه فالمسألة دي أنا شايفة إنه طيب. بدعوه لمراجعة هذا الموقف ما بيشبهه، والوطن براحاته كلنا قائمين عليه وقيمين عليه ومسؤولين عنه. لأن وقتي انتهى أرجو الإجابة عليه بإيجاز، سأطرح تفاصيل. كنت قد تابعت لقاء للسيد جعفر حسن الناطق باسم مركزية الحرية والتغيير، وقال أنهم توصلوا إلى تفاهمات بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وإخوتكم الذين تحدثت عنهم قبل قليل، السيد جبريل والسيد مناوي وحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل السيد جعفر، بل أنه قال أنهم وقعوا على اتفاق مبدئي أو بنود مبدئية، وطلبوا 48 ساعة مهلة للتشاور. لكن بالجانب الآخر خرج الناطق والمتحدث الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية ونفى كل ذلك، وقال أنكم وضعتم إعلانا سياسيا جديدا، والإعلان ليس له علاقة بالاتفاق الإطاري على حد قوله، وأنكم يعني ونفى هذا الحديث تماما حديث السيد جعفر حسن، وقال أن هناك خلافات حول الإعلان السياسي. سؤالي هنا، قبل فترة كنا قد طرحنا سؤال على أحد المتحدثين باسم الحرية والتغيير مجلس المركزي، وقال لا وجود لأي إعلان سياسي والاتفاق الإطاري ماضي، وهي الكتلة الديمقراطية تنفي هذا الخبر وتقول أن هناك إعلانا سياسيا. هل هناك من مدخلات جديدة على الاتفاق بعد ورشة يا مصر؟ أستاذ ما الجديد؟ محمد ده الكلام الصرفت فيه، والنصف الأول كله من كلامي يا أخي. الاتفاق الإطاري ده غرضه اثنين، إنه ما بين نحن المدنيين وما بين العسكريين نأكد ما الأسس اللي حنتكلم فيها، والمسألة الثانية يحرك العملية السياسية عشان ينتهي لاتفاق نهائي. بالتالي هو مسألة حتى الحديث
عن انه نفتحه ولا ما نفتحه ما في داعي له. وانا اقول لك مثال، اخواتنا في حق كانوا توقفوا في الفتره الاولى وقالوا ان احنا ما بنوقع الاتفاق الاطاري، لما عاودوا ومارسوا نشاطهم في العمليه السياسيه قالوا لا نريد التوقيع على الاتفاق الاطاري لانه غرضه تم ان احنا سنوقع على الاعلان السياسي. ده ما ظللت اشرحه. طيب. المرجعيه الاساسيه هي للاعلان السياسي، والاعلان السياسي الذي تحدثنا فيه مع اخوتنا لا يجب الاتفاق الاطاري. الاتفاق الاطاري ده هو اساس كروكي للعمليه السياسيه للمضي للامام. مرجعيته هي في الاعلان السياسي، والاتفاق الاطاري نفسه حينتهي لاتفاق النهائي. اذا لم انا خليني اقول لك كلام في المحل دي، في دول كلام اللي قلته ببالك بصوره تفصيليه لكن انا حاعيده ثاني. لا انا أيوة انه الاتفاق هناك تم اتفاق بشكل يعني هناك تم هناك بعدين في الكلام مع اخوتنا. البعد على المحتوى اللي هو اسمه الاعلان السياسي، والبعد على من يوقع على هذا المحتوى. بالتالي نعم تمت توافقات مهمه جدا في المساله الاولى، ولكنها معلقه لغايه ما يكون في توافق حول من يوقع بصورة نهائية. التثبيت لهذا الأمر كان مهلة ل 48 ساعة عشان يكون في لماذا يريدون زيادة موقعين، وأصلا العملية مفتوحة عبر الورش ومفتوحة عبر الجبهات اللي حتعمل مع القوى الثورية ومعمولة مفتوحة عبر الناس اللي قدموا الطلبات اللي اتفضلت بهم ديل اللي نحن نعتز بهم. وبين الآن بنتكلم عن صيغ في كيفية مشاورتهم، لأنه التوقيع خاص بخلق حاضنة سياسية. التعليق تم ل 48 ساعة للسفريات المختلفة لمختلف الداخلين في هذا الكلام لم تتم حتى الآن. بنتوقع أن تعاود، وأنا برجو إنها توقع بصورة أكثر موضوعية وأكثر تصميم بعد ما يعودوا من الورشة بتاعت سلام جوبا في جوبا. طيب هذا حديث مهم جدا. لدي نقطة هامة جدا حول هذه الورشة اليوم وبرعاية دولة جنوب السودان. كيف يمكن أن تعود مخرجات هذه الورشة على يعني استقرار العملية السياسية إنجاز التعبير والمضي قدما بالاستناد إلى التفاؤل الكبير الذي التمسته منك الآن؟ أنا والله شخصيا كنت، لأنه إحنا كنا من الوفد المشهري جنوب السودان، كنا بنأمل إنه هذه الورشة تكون بحضورنا جميعا، ولكن وتكون مكملة لورشة السلام التمت هنا في الخرطوم. ولكن على كلنا الآن مشوليها، لأنه هي بتتكلم عن الأطراف كلها مشهد، وهذا أمر جيد الأطراف توقيع جوبا. ولكن الحكومة اللي هي الطرف الآخر، لا توجد حكومة الآن في السودان الحقيقة، يعني الحكومة الآن حكومة تسيير أعمال، وكان ما حقه يكون بهذا الأمر. ولكن أنا بفتكر وجود الأطراف المختلفة، لأن هي كما تعلم الأطراف في الاتفاقية جوبا هم مكونين الآن للمجموعتين اللي عندهم موقفين فيهم اختلاف من الاتفاق الإطاري أو من العملية السياسية. وجودهم هناك أنا بأمل فيه ويحصل خير كبير. إحنا عملنا لقاءات كحزب أمة مع العديد من القيادات الأطراف السلام المشت لجوبا، وإن شاء الله هناك في ظل الظروف اللي بتجمع بيناتهم كموقعين مع اختلاف مواقفهم إزاء العملية السياسية يقدروا يعملوا تفاهمات تعين مواصلة الحوارات اللي أنا ذكرتها. طيب. فيما يخص طيب. سؤال أخير لدي، يعني ودائما عندما يخرج أحد القيادات العسكرية بواحدة من الخطابات بالتأكيد تلقي بظلالها على العملية السياسية ويتداولها المحللون والمراقبون وتؤثر. يعني أخيرا خطاب البرهان اليوم بنهر النيل، وهو تحدث عن ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش، وتحدث بأن الفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع. بصورة عامة، كيف تعلقين على تصريحات المكون العسكري في الآونة الأخيرة، خصوصا أن البعض أخذها في إطار أن المكون العسكري يحاول عدم تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه؟ والله أستاذ محمد، أنا في المحل دي أنا ما شفت في الإعلانات بتاعت السيد البرهان جديد يهل ظل يرددها. وبالتأكيد الحديث على جيش مهني واحد هو واحدة من مطالب الثورة السودانية، واحدة من الأسس القام على الاتفاق الإطاري. كيفية تفصيله هو هذا ما نأمل أن نفصله عبر ورشة الإصلاح الأمني والعسكري. أما فيما ما يخص الحديث على الأمر الآخر، هو إنه تكون يعني
القوى السياسية وغيرها. أنا بفتكر الآن الجيش حتى الآن القوى العسكرية بقول بوضوح يعني قد لا يرضي بعض من زملائي، نحن في الحقيقة حتى العملية الأخيرة دي الطرفين ما بين الطرفي القوى المدنية المتوسطين بيننا هم إخوتنا السيد البرهان والسيد حميتي ومعهم الرباعية، وده لو ما لقينا طريقة نضع بها أسس واضحة في كيفية قبول بعضنا البعض وإيجاد أسس موضوعية عشان نمضي بها بهذه العملية السياسية، أن إحنا أكثر ناس بنكون بنقول بنحقق جدوى ما قالوه إنه المدنيين غير قادرين على إنهم التقوا. فالمسألة دي أصبحت محتاجة مننا لعزيمة وطنية واضحة ومحتاجة مننا لشجاعة في إننا نمضي للأمام، لأنه حقيقة شعبنا السوداني قاعد يعاني بصورة حقيقية بصورة يومية متفاقمة ومتصاعدة. الآن سيف التهديد الدولي لنا إنه شهر مارس الذي بعد أيام يعني إذا أتوا أنتم ما عملتوا حكومتكم المدنية اللي هي لازم تقوم على طبعا على التوافق، ما ممكن تكون بالإرغام وما ممكن تكون بفرض جهة على أخرى، خاصة إحنا معترفين ببعضنا البعض، دي بتوري حقيقة مشكلة فينا. وأنا بفتكر من الباب ده إخوتنا من القوى المدنية اللي إحنا أنا من ضمنهم، حزب الأمة، الحرية والتغيير، القوى الموقعة، الكتلة الديمقراطية، يجب أن نجد في أنفسنا الشجاعة في أن نتنازل لشعبنا وأن نمضي في هذه العملية المجدية والقادرة أن تقودنا لفترة انتقالية لا تزال ستواجه الكثير جدا من التحديات الحقيقية. أشكرك. ومحاطة بكثير جدا من المخاطر، لازم نبني ثقة، لازم أنا في المحلة دي بشكر إخوتنا في نقابة الصحفيين المنتخبة البادروا بأنه يكون في فكرة ميثاق أو مواثيق ثقة فيما بيننا كقوة وطنية. لا بد أن نخرج من حالة الغضب هذه وحالة الإنكار لبعضنا البعض ونتواضع لشعبنا السوداني الذي يعاني ونصبر على بعض لغاية ما نمشي لانتخابات حرة نزيهة، شعبنا السيد فوق كل سيد يقرر من يحكم. نأمل إذن أن يتحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني. أشكر جزيلا دكتورة مريم الصادق المهدي القيادية بالحرية والتغيير والوزيرة السابقة بوزارة الخارجية، كنت معي ضيفا في هذه الحلقة، وشكري أيضا موصول للأستاذ مبارك النور الأمين العام للتنسيقية العليا لكيان شرق السودان كان معنا عبر خط الهاتف. إذن مشاهدينا الكرام نستمر معكم وإلى ملف آخر عقب هذا الفصل.